أهلا بكم. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض عقوبات جديدة على المصرف المركزي الإيراني، وذلك على خلفية الهجمات التي استهدفت منشآت النفط السعودية الأسبوع الماضي، مشيرا إلى أن بلاده مستعدة دائما للخيار العسكري مع إيران. وكانت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون قد قدمت مجموعة واسعة من الخيارات العسكرية لترامب، تتضمن قائمة بالأهداف المحتملة للضربات الجوية داخل إيران، كما حذرت من أن أي عمل عسكري ضد طهران قد يتحول إلى حرب شاملة حسب ما نقلت وسائل إعلام أمريكية. من جانبها هددت طهران برد واسع النطاق، إذا قال كبير مستشاري المرشد الإيراني للشؤون العسكرية إن أي هجوم على بلاده سيقابل برد من البحر المتوسط إلى المحيط الهندي. وزير الخارجية الإيراني قال أيضا إن الولايات المتحدة وحليفتيها السعودية والإمارات تريد محاربة إيران حتى آخر أمريكي، مشيرا إلى أن بلاده لا ترغب في شن الحرب لكنها ستدافع دائما عن نفسها بكل الوسائل. عقوبات جديدة على الاقتصاد الإيراني. إنها العقوبات الأعلى في تاريخ كل الدول، ولم نقم بفرض عقوبات بهذا المستوى من قبل. أمر مؤسف ما يحصل مع إيران، إنها ذاهبة إلى الجحيم. هذا ما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأشار إلى أن العقوبات تأتي على خلفية الهجمات التي ضربت صناعة النفط السعودية في مقتل. ترامب قال أيضا إن بلاده مستعدة دائما للخيار العسكري مع إيران، وسبق له أن قال إن الحرب هي الخيار النهائي. وزارة الخزانة الأمريكية قالت إن هذه العقوبات تستهدف المصرف المركزي الإيراني، وصفة إياها بأنها كبيرة جدا. هذه الخطوة جاءت بعد أن قدمت وزارة الدفاع الأمريكية حزمة من السيناريوهات العسكرية إلى الرئيس الأمريكي، تبعها اجتماع للأمن القومي في البيت الأبيض لدراسة الخيارات الممكنة. وعلى الجانب الآخر هدد رحيم صفوي كبير مستشاري المرشد الإيراني علي خامنئي برد موسع على أي هجوم ضد بلاده. إذا فكرت أمريكا بالتآمر على إيران فإن الشعب الإيراني سيرد عليها من البحر المتوسط إلى البحر الأحمر والمحيط الهندي. أي تحرك ضد إيران سيغير من وجه المنطقة. سياسة إيران هي توفير الأمن والسلام الدائم في منطقة غرب آسيا من خلال خروج القوات الأجنبية المعتدية. ردود الفعل الإيرانية تواصلت مع ما قاله وزير الخارجية محمد جواد ظريف بأن إيران لا تريد الحرب، متهما الولايات المتحدة والسعودية والإمارات بالدفع نحوها حتى آخر جندي أمريكي على حد وصفه. وفي البلد الذي تعرض للهجوم العسكري تنتظر الحكومة السعودية خطوات الحليف الأمريكي، وليس واضحا ما إذا كانت تكتفي بالعقوبات الأمريكية الموصوفة بالكبيرة جدا. قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زخاروفا إن إجراءات الولايات المتحدة وحلفائها في منطقة الخليج لن تحقق الاستقرار فيها. وأشارت زخاروفا إلى أن جميع التدابير المتخذة في هذا الصدد ينبغي أن يكون لها مسوغ قانوني، وأن يكون هدفها الرئيس هو تحسين الوضع في المنطقة واستقرارها. جميع الإجراءات التي تتخذ في تلك المنطقة يجب أن تحقق الهدف الرئيس وهو استقرار الوضع. مع الأسف فإن سياسة الولايات المتحدة وعدد من الدول الأخرى لا تؤدي إلى هذه النتيجة، بل إلى النتيجة العكسية. هذا وعد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز الهجوم على المنشآتين الحيويتين لشركة أرامكو تصعيدا خطيرا. كلام العاهل السعودي يأتي بعد أسبوع من الهجمات التي تبنتها جماعة الحوثي، لكن الرياض تزعم بأن إيران تقف وراءها. وبحسب وكالة الأنباء السعودية فإن الملك سلمان أكد أن بلاده ستتخذ الإجراءات اللازمة بعد استكمال التحقيق في الاعتداءات على معملي أرامكو لحفظ أمنها واستقرارها.
أظهرت صور بثتها وكالات الأنباء العالمية الدمار الواسع الذي أصاب منشأة خريص نفطية الواقعة شرقية السعودية بعد الهجوم الذي استهدفها السبت الماضي. وشهد صحفيون دعوا إلى معاينة الأضرار شاهدوا دمارا كبيرا في المنشأة، حيث رأوا رافعات وسط حطام متفحم إثر الهجمات التي تبناها الحوثيون، إلا أن الرياض وواشنطن تنسبانها إلى إيران. وكانت المنشأة النفطية قد تعرضت لأربع ضربات الأسبوع الماضي اندلعت على إثرها حرائق داخل المنشأة استمرت ساعات طويلة، كما أدت إلى تعطل الإنتاج بشكل شبه كامل. وبالرغم من حجم الأضرار الهائل فإن شركة أرامكو ما زالت متفائلة بشأن استئناف الإنتاج بالكامل بحلول نهاية الشهر الجاري. ونبقى مع ملف التوتر في الخليج، إذ أكد الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله أن استهداف منشآت نفطية تابعة لشركة أرامكو السعودية دليل على قوة ما وصفه بمحور المقاومة. كما أضاف أن الخيار الأقل كلفة بالنسبة للإمارات والسعودية هو وقف الحرب في اليمن. الأقل كلفة على السعودية لتحمي منشآت النفطية وبنيتها التحتية و إلى آخره، وكذلك الإمارات، لأنه هلأ مبين الناطق الرسمي كان عم بيهدد الإمارات أيضا. وقصة الإمارات يعني هلأ السعودية بداكلت كم ضربة بتحمل، المشكلة هوديك قد بيحبلوا. يعني النصيحة لكليهما الأقل كلفة هو وقف الحرب. وننتقل إلى شبكة مراسلينا، حيث ينضم إلينا من طهران مراسلنا حازم كلاس، ومن واشنطن مراسلتنا ريما أبو حمدية، ومن موسكو مراسلنا محمد حسن. وأبدأ معك حازم كلاس في طهران، ما هي الأصداء الأولية في إيران للعقوبات التي اتخذتها إدارة ترامب والتي وصفتها بأنها الأشد على الإطلاق؟ لم تعلق إيران رسميا بعد على هذا على هذه العقوبات الجديدة التي استهدفت البنك المركزي الإيراني، ولكن يمكن القول أنها يعني ليست المرة الأولى التي يتم فيها فرض عقوبات أمريكية على البنك المركزي الإيراني، ولكن الجديد ربما هو أنه تم إدراج اسم البنك المركزي الإيراني ضمن قائمة الممولين للإرهاب، وهذا يصعب من التعامل مع البنك المركزي الإيراني، كما يصعب لاحقا يعني احتمال حذفه من هذه القائمة، الدخول إليها ربما ليس كالخروج منها. إيران بطبيعة الحال ترى في سياسة العقوبات سياسة فاشلة، هي تحاول الالتفاف عليها من خلال نسج شبكة علاقات مصرفية وبنكية مع دول العالم بعيدة عن السويفت، بعيدة عن الدولار، تعتمد على الأموال المحلية في تعاملاتها، وهذا بات واضحا حتى أن مواقف عديد من حلفاء إيران ربما تصب في هذا الإطار. على سبيل المثال، وبعد إعلان هذه العقوبات الأمريكية كان هناك أصداء واسعة لأنباء وردت من روسيا بأنها غير معنية بهذا الموضوع ومستمرة بتعزيز علاقاتها المصرفية مع إيران. وفي هذا الإطار كان الرئيس الإيراني يوم الأربعاء الماضي قد أعلن أن آلية جديدة للتبادل المصرفي مع روسيا بدأت، وبعيدة عن السويفت بالكامل. مع أوروبا تنتهج إيران نفس النهج من خلال آلية إنستكس التي تحاول أوروبا وتعول طهران على تذليل العقوبات أمامها. هذه هي الأجواء عموما. مراسلنا في طهران حازم كلاس، شكرا جزيلا لك. معي الآن ريما أبو حمدية مراسلتنا في واشنطن. ريما، أبحث عن انطباع في الأوساط المراقبة في الولايات المتحدة، نسمع من فم الفرس ترامب يتحدث عن إيران الذاهبة إلى الجحيم، هذا أبعد من قصة العقوبات التي كان الأمريكيون يودون من خلالها استدراج طهران إلى طاولة مفاوضات بشروط أمريكية.
وحتى الآن كما يبدو وكما يعترف كثيرون في الإدارة الأمريكية وفي الشارع الأمريكي، هذه العقوبات فشلت في إحضار طهران إلى طاولة المفاوضات، عقوبات جديدة قد لا تساعد طهران على القدوم إلى طاولة المفاوضات، بل قد تبعدها أكثر وقد تجعلها تتخلى عن المزيد من الالتزامات بموجب الملف أو بموجب الاتفاق النووي كما يتخوف كثيرون، أي أن هناك انتقادات واسعة للرئيس الأمريكي ليس فقط بسبب هذه الحزمة من العقوبات الجديدة وليس بسبب حملة الضغوط القصوى، ولكن بسبب هذا التردد في اتخاذ موقف اتجاه إيران، بمعنى أن صقور واشنطن يودون من الرئيس الأمريكي الذهاب إلى حرب والذهاب إلى خيار عسكري، وهو ما سمعنا اليوم من الرئيس الأمريكي أنه سيكون خياره الأخير، ليس هذا الخيار الذي يفضله الرئيس الأمريكي للتعامل مع الأزمة، وإن كان قال داخل البيت الأبيض أنه يستطيع اتخاذ هذا القرار هذه اللحظة ويمكن أن يكون هذا الخبر الذي سيكتب عنه الصحفيون اليوم، ولكن يأمل أن لا يضطر لاتخاذ مثل هكذا قرار. لكن ريما، يعني لكن ريما في كلامي، العقوبات هي الخيار. لكن ريما في كلامي الرئيس ترامب اليوم ما يشبه رجع الصدى تجاه صقور البيت الأبيض. بالفعل هذا ما يمكن أن نفهمه من حديث الرئيس الأمريكي، حتى أنه بمعنى أو بآخر يقول أنه لجم الصقور داخل الإدارة الأمريكية الذين تحدثوا عن أن هذا موقف ضعف وليس موقف قوة، بل قال أن القوة هي أنه لا يلجأ إلى الخيار العسكري. الرئيس الأمريكي كما يقول البعض في واشنطن يوجه رسالة إلى إيران، حملة الضغط القصوى مستمرة، وبهذا يوجه أيضا رسالة إلى الداخل الأمريكي أنه لن يتهاون مع تصرفات إيران كما يقول، ولكن من جهة أخرى يقول الخيار العسكري ليس الخيار الذي نود اللجوء إليه، بل الحل الدبلوماسي، وربما يبقي المجال مفتوح أمام تسهيل أو بعض ما يمكن أن ينتج عن محادثات مشاورات إمكانية لقاء بين الرئيس الأمريكي والرئيس الروحاني، الرئيس روحاني في نيويورك، والذي حتى هذه اللحظة لقاء مستبعد بسبب حملة الضغوط الأمريكية المستمرة على طهران. ابقي معنا ريما، سأنتقل إلى محمد حسن في موسكو وأسألك محمد، بأي حسابات انتقدت وزارة الخارجية الروسية السياسة الأمريكية في الخليج؟ يعني هل نحن أمام موقف روتيني أم ربما هي إشارة على إمكانية دخول موسكو إلى خط مناهض أو على خط مناهض لواشنطن بشكل عملي في الخليج؟ بطبيعة الحال المواقف الروسية هي جميعها مناهضة للمواقف الأمريكية سواء في الخليج أو خارج الخليج، ولكن إلى أي مدى ستترجم هذه المواقف إلى أفعال على الأرض هذا هو السؤال الكبير. موسكو لا تستعجل بالكشف عن سياساتها وعن خططها التي قد تلجأ إليها في حال تطورت الأحداث إلى ما أبعد من التصريحات والعقوبات وغيرها إلى المستوى العسكري. وطبعا كان هناك تصريح قبل أيام لمدير الاستخبارات الخارجية سيرجي ناريشكين عندما سئل عن هل الخطر العسكري قائم، قال نعم هو قائم ولكن نأمل بأن تتحلحل الأمور بشكل سلمي. بعد ذلك كان له أيضا تصريح آخر للصحافة يوم أمس عندما قال أن روسيا تجمع المعطيات حول هجوم أرامكو ولا تستعجل بالنتائج، وأي استنتاج يجب أن يكون مبني على أدلة دامغة. كل هذه التصريحات والموقف الروسي الذي يندد بالتصرفات الأمريكية والإجراءات الأمريكية والذي يعتبر أنها تزعزع الاستقرار ولا تؤدي إلى الاستقرار في المنطقة يجعل من الموقف الروسي ذلك الرقم الصعب في المعادلة الأمريكية مع تعاملها مع إيران، وربما يدفع أو يجعلنا نسمع الكثير من التصريحات المتناقضة التي نسمع فيها الإدارة الأمريكية تقول نحن قادرون على الضرب ولكننا لا نستعجل، نحن نفرض العقوبات، نحن قادرون على الحرب ولكننا لا نفضل هذا الخيار. هكذا ينظر المراقبون الروس والمتابعون الروس إلى التفاعل بين التصريحات والمواقف الروسية مع التصريحات الأمريكية. محمد حسن مراسلنا في موسكو، شكرا لك. ما أشكر ريما أبو حمدية من واشنطن وحازم كلاس من طهران، وينضم إلينا من واشنطن محمد المنشاوي الكاتب والصحفي. يعني هل يفهم المراقبون خاصة الأمريكيون أن
خيار العقوبات في صورتها القصوى هي الخيارات الأخيرة الممكنة ضمن منطق العقوبات قبل الخيار العسكري. بداية لا أعتقد أن الإدارة الأمريكية ورئيس ترامب يريد التوجه للخيار العسكري. هو يدرك جيدا كرجل جاء من خارج العملية السياسية أن الحربين اللتين دخلتهما واشنطن في هذه المنطقة من العالم لم تنتهي حتى اليوم. هناك آلاف الجنود الأمريكيين في أفغانستان وفي العراق أيضا. وإيران أعتقد أنها كانت تسبق واشنطن بخطوة عندما أكدت أنها لن تقبل الهجمات فقط كما حدث في حالات أخرى مثل الحالة السورية عندما هاجم ترامب أهداف داخل سوريا. هي قالت أنها ستكون حربا شاملة مهددة بالرد على الحلفاء الأمريكيين في المنطقة كالإمارات والسعودية. وأعتقد أن هذا هو الردع الحقيقي أمام الرئيس ترامب. هو لديه انتخابات أمريكية العام الماضي وهو وعد بالتوصل لاتفاق نووي أفضل من الذي توصل إليه الرئيس ترامب الرئيس السابق أوباما، ولا يريد أن يدخل حرب لا يعرف كيف تنتهي. من السهل جدا، وأمريكا لديها قوة نيران أقوى ولا تقارن بأي قوة أخرى، خاصة إيران في هذه الحالة القوة الأمريكية أقوى بكثير وتستطيع تدمير إيران. لكن إيران لديها رادع وهو الرد على المصالح والأهداف الأمريكية والحلفاء الأمريكيين في المنطقة، وهذا ما يدركه ترامب والخبراء هناك بشدة. طيب، نفهم أن ترامب يتوجه إلى الجبهة الداخلية الأمريكية الناخبة الأمريكية، ولكن ماذا عن قصة الصقور في البيت الأبيض؟ تصور البعض أن الصقور لم يعد لهم صوت عال في قصة الملف الإيراني. هل اليوم تصريحات ترامب بالذات موجهة إلى هؤلاء؟ لا أتصور. ترامب لا يكترث بأي أحد في الإدارة الأمريكية. هو يستطيع أن يتخلص من أي أحد كما حدث مع مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون. هو رئيس لا يعتد بآراء المستشارين. هو يعرف أن لديهم أجندة أيديولوجية وهو ليس لديه أي أجندة أيديولوجية. هو لديه هدف واحد وهو إعادة الانتخاب العام القادم. وهذا ليس هاما بالنسبة لمن تتحدث عنهم من الصقور. هناك البعض لكنها كلها في الكونغرس تدعو للضرب بإيران، لكن الغالبية تدرك أن ما وصلنا إليه اليوم من مواجهة بين واشنطن وطهران هي نتاج طبيعي للانسحاب الأمريكي، انسحاب رئيس ترامب من الاتفاق النووي. ومن بعد هذه النقطة هناك تصاعد مستمر من طهران وواشنطن، لكن البداية كانت الانسحاب من الاتفاق النووي. ولهذا الديمقراطيين لا يشجعون على أي عمل عسكري، والكثير من الجمهوريون أيضا. محمد المنشاوي الكاتب الصحفي حدثتنا من واشنطن، شكرا جزيلا لك.